نظام إدارة السلامة. نظام إدارة السلامة يوفر إطاراً وخارطة لطريق تحقيق السلامة ومنع الخسائر من خلال 11 عنصراً من الالتزامات والعناصر المتكاملة وتحسين السلامة على نحو فعال من خلال تنفيذ 11 عنصراً تستعرض نظام الإدارة مع الالتزام بالسلامة في إطار العمل والذي أعد لاستهداف كل المشرفين والموظفين للمسؤوليات. عناصر نظام إدارة السلامة: القيادة والمسؤولية، الهدف تحديد مسؤوليات قادة السلامة، المتطلبات تعيين ووضع أهداف قابلة للقياس، توفير الموارد تحديد السلوكيات الآمنة، علاج السلامة على قدم المساواة مع غيرها من الأنشطة، إشراك العاملين في المسؤوليات، التأكيد على التهيئة المسبقة، مكافأة الإنجازات، تقييم وإدارة المخاطر، الهدف تقييم وإدارة المخاطر، المتطلبات تقييم وتحديد المخاطر، مناقشة المخاطر، مراقبة المخاطر، جعل الموارد المطلوبة متاحة، الاتصالات الهدف المحافظة على نوعية الاتصال والتواصل، المتطلبات إنشاء شبكة اتصالات مفتوحة، تعريف طرق التواصل الداخلية والخارجية، زيادة المشاركة، إجراء حملات تعزيزية، إجراء استعراضات الإدارة باستمرار. الكفاءة والتدريب: الهدف ضمان كفاءة وسلامة القوى العاملة، المتطلبات تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع خطط التدريب، توفير التدريب الفعال وتعزيز التطوير الشخصي، تدريب الموظفين المنقولين أو الجدد، إجراء دورات تدريبية لتجديد المعلومات، الحفاظ على سجلات التدريب. سلامة الأساسيات والأصول: الهدف ضمان سلامة الأساسيات والممتلكات، المتطلبات التصميم الهندسي وتطبيق المعايير، عمل وتوثيق المراجع، ضمان وجود العمال المؤهلين، ضمان حماية كافة المعدات، استعراض تقييم التأكد من الجودة، استعراض تقييم السلامة قبل البدء والتشغيل. سلامة الأساسيات والأصول: المتطلبات إجراء عمليات تفتيش دورية يومية وحفظها، إجراء استعراضات دورية لبرامج السلامة، وضع السلامة والجدوى الممكنة، تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية، القيام بعملية تحليل المخاطر في كل 5 سنوات. التشغيل الآمن: الهدف ضمان سلامة عمليات التشغيل، المتطلبات وضع المعايير السلوكية وتحديد المسؤوليات، تطوير الإجراءات السلوكية، إيصال المعايير السلوكية وإجراءاتها، إجراء استعراضات لأخطار المواد الكيميائية، التقليل إلى أدنى حد من الأثر البيئي، إنشاء برامج سلامة المركبات، استعراض البرامج لإدخال تحسينات. المقاولون والموردون وغيرهم: الهدف التعاون مع الطرف الثالث، المتطلبات استعراض نظام إدارة سلامة المقاولين، تشجيع تدريب المقاولين، إجراء تقييم لاختيار المقاول، عرض معلومات عن الأخطار، استعراض مواصفات المنتجات والمعدات، استعراض برنامج المشتريات، مراقبة الأنشطة المجاورة لمرافق المحطات. التأهب لحالات الطوارئ: الهدف أن تكون مستعداً ومتأهباً لحالات الطوارئ، المتطلبات تقييم المخاطر في حالات الطوارئ، تطوير وتصحيح خطط الطوارئ، إنشاء الإشعارات الداخلية والخارجية، تحديد حالات الطوارئ والتدريب عليها، إبلاغ جميع الأطراف المعنية، تحديد واختبار الموارد للاستجابة لحالات الطوارئ وتقييم الاستجابة وحفظها، مراجعة وثائق الخطط وتطوير التأهب والاستعداد. الإبلاغ عن الحوادث وتحليلها: الهدف تحقيق أقصى قدر من الدروس المستفادة، المتطلبات تقرير الحادث على الفور، تصنيف الإصابات وشبه الحوادث، التحقيق في الحوادث في الوقت المناسب، تقاسم الدروس المستفادة، تنفيذ التوصيات بالكامل، توفير التدريب على التحقيق، تحليل تقارير الحوادث. توعية المجتمع المحلي والسلامة خارج العمل: الهدف تعزيز السلامة في المجتمعات المحلية، المتطلبات تحديد قضايا السلامة العامة، دعم مبادرات السلامة العامة،
تنفيذ برنامج السلامة خارج العمل، تشجيع الناس على اعتماد سلوك آمن، رصد أداء السلامة لكي يتم تطويره، التحسين المستمر، الهدف مواصلة تحسين، المتطلبات، المعايير النموذجية بالإضافة إلى الأداء الجيد، تنفيذ المعايير النموذجية الداخلية، وضع خطط العمل، تنفيذ واعتماد الدوافع والحوافز.